مافيا عزيز أخنوش تنهب جيوب المغاربة في غياب تدخل الملك محمد السادس. ما هذا يا هذا؟ نظام تبون جن جنونه ويتهم المغرب مرة أخرى بتصدير الحشرة القرمزية إلى الجزائر. سعيد زارو يكذب على الملك محمد السادس بمشاريع وهمية فقط على الورق، تفاصيل جد مثيرة. إيمانويل ماكرون يهرب من الفضيحة، وهذا ما قاله بخصوص المغرب والعلاقة مع فرنسا. الإعلامية مومو بصفيحة في موقف محرج أمام هذا النجم العالمي. بعد غياب طويل النجم المصرية هاني شاكر يعود للتمثيل. إيمان التسونامي تدخل الإنعاش، وهذه أخبار حالتها الصحية. مشادات كلامية بين شنقريحة وتبون بعد فضيحة البريكس. فلة الجزائرية تنتقد تصريحات أسماء المنور عن رفضها الغناء في الجزائر. والد لامين يامال يكشف آخر المستجدات بخصوص البلد الذي سيمثله ابنها. بعد أسبوعين من وصوله إلى غلطة سرايا، حكيم زياش خارج كل الحسابات. التفاصيل في آخر هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. قبل بداية هذه الحلقة، أطلب من كل المتابعين الكرام ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، لأننا نعاني من مشاكل عدم وصول الإشعارات للمتابعين الكرام. فمن توصل بفيديوهاتنا فليلغي الاشتراك وليعاود مرة أخرى ولتفعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد قناتنا. وحتى لا أطيل عليكم، نذهب إلى هذه التفاصيل. أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية أن سوق المحروقات بالمغرب ليست حرة، مشيرة إلى أن أيادي لوبيات الاحتكار معروفة لدى الجميع تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة. وعبرت سكرتارية الجبهة في بيان عن إدانتها للزيادات الأخيرة، مشددة على أن شركات توزيع المحروقات في المغرب أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار، وهي الزيادة الرابعة خلال شهر، ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1.60 في البنزين و 1.50 في الغازوال. وأبرزت أن هذه الزيادات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة الذي لا زال دوره صوريا بسبب الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة. واعتبرت الجبهة في نص بيانها أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات، مطالبة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، كما طالبت بالتراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وكذلك تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة. ودعت إلى تأميم شركة سامير بالمحمدية وإنقاذها من الضياع وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار. في مسرحية جديدة، اتهمت الجزائر المغرب بالوقوف على انتشار الحشرة القرمزية لنبتة الصبار غرب البلاد. وذكرت مصادر رسمية جزائرية أن مصدر انتشار هذا الوباء الإيكولوجي لم يأتي من عدم، بل يعود سببه إلى مستثمر مغربي أراد الاستثمار في المواد التجميلية، فقام بجلب هذه الحشرة إلى المملكة المغربية من أجل إنشاء مشروع استثماري يخص صناعة المواد التجميلية، باعتبار أن هذه الحشرة تفرز سائل الكرمين
المعادن القرمزية ووسائل الذي يستعمل في صناعة مستحضرات التجميل، غير أن عملية تكاثر الحشرة القرمزية وارتفاع درجة الحرارة جعلها تنتشر في المساحات الغابوية. وقد ساعدت الرياح في انتقالها عبر الهواء إلى المناطق الشرقية للمملكة المغربية لتزحف بعد ذلك إلى المناطق الغربية بالحدود الجزائرية المغربية. وأضافت صحيفة الشروق الجزائرية أن والي ولاية تلمسان اتخذ قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكافحة هذه الحشرة والاعتماد في محاربتها على القلع والردم، حيث تواصل السلطات الولائية والجهات المختصة بولاية تلمسان في مكافحة الآفة البيئية التي تسببت فيها الحشرة القرمزية من خلال قلع وردم نباتات الصبار المتضررة من هذه الحشرة، وتكثيف الحملات التحسيسية التي تدعو إلى الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي بؤر جديدة. وأضافت الصحيفة الجزائرية: ساعدت الظروف المناخية هذا الوباء على الانتشار أكثر، خاصة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة باعتبارهما عاملان جعل من الحشرة القرمزية تتوغل أكثر وتستمر في زحفها السريع، يقابلها من جهة أخرى مقاومة مستميتة من قبل اللجنة الولائية التي تم تشكيلها منذ إعلان وزارة الفلاحة عن اكتشاف النقاط السوداء الأولى لهذا الوباء. وفي هذا السياق اتخذ والي ولاية تلمسان قرار يقضي بتشكيل لجنة مكافحة هذه الحشرة والاعتماد في محاربتها على القلع والردم، وهي المهمة التي أسندت إلى عديد الهيئات منها مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات والديوان الوطني للنباتات الغابية ومختلف المصالح الأمنية، وعقد اتفاقية مع المؤسسة العمومية صفاء الظهر المختصة في الأشغال العمومية، حيث تعمل هذه اللجنة منذ تنصيبها على اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية والعملية وأخرى استباقية في محاولة منها لحصر النقاط السوداء ووضع أحزمة أمنية للحد من هذا الخطر البيئي الذي بات يهدد نبات الصبار والتين الشوكية. لطالما تطرقت أحد المواقع الإلكترونية في تقارير مفصلة إلى تعثر عدد من المشاريع المهيكلة التي تقوم بها وكالة إعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور، ومنها من توقف تماما لأسباب غير معروفة. ومن بين كبرى هذه المشاريع نجد مشروع إنجاز مدينة رياضية مارتشيكا سبور، والذي قدم أمام الملك محمد السادس في إطار المشروع الكامل لتهيئة بحيرة مارتشيكا. مشروع مارتشيكا سبور كان يتضمن إحداث الملعب الكبير لمدينة الناظور، والذي سوقت مارتشيكا صوره على الماكيت حينما ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026. وحسب وثيقة تقديمية لمشروع مارتشيكا سبور عرضت على الموقع الرسمي للوكالة، فإن مارتشيكا سبور ستقدم عددا من المرافق المخصصة للهواة والرياضيين رفيعي المستوى والرياضيين المحترفين في مختلف التخصصات. وأوردت نفس الوثيقة أن المشروع سيقدم مجموعة من البنى التحتية الرياضية على مساحة 14 هكتار للتدريب والإعداد الرياضي رفيع المستوى، وسيضم بنية تحتية فندقية بسعة 5000 سرير. وحسب نفس الوثيقة دائما، فإن الأشغال ستبدأ سنة 2017 وستنتهي بتسليم المجمع عام 2022، وهو ما لم يتم طبعا، ليبقى المشروع حبرا على ورق. مدير وكالة مارتشيكا سعيد زارو سبق أن كشف عن الماكيت الرسمي للملعب المبرمج منذ سنوات في المدينة الرياضية المتواجدة قرب قرية أركمان على ضفاف بحيرة مارتشيكا. التصميم الذي وصف آنذاك بالخرافي بقي غصة في حلق الناظوريين الذين يتذكرون وعود مارتشيكا الواهية. بأسف شديد يشار إلى أن مشروع المدينة الرياضية يندرج ضمن إحدى المدن السياحية السبعة ضمن المشروع الملكي لمارتشيكا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ليست مسؤولة عن الأزمة التي تمر منها بلاده ودول المغرب العربية على رأسها المغرب. ماكرون وفي خطاب له أمام سفراء فرنسا بمختلف دول العالم ذكر أن عبور الأزمة التي تعيشها العلاقات الثنائية بين المغرب ودول المغرب العربية غير متعلق بالسياسة الخارجية لقصر الإليزية، بل الأمر مرتبط بوجود أزمة في المنطقة. وأضاف بالقول:
نحن بحاجة إلى إعادة التفكير بعمق في شراكاتنا مع المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط. لقد أطلقنا في السنوات الأخيرة مع الجمعيات المدنية العديد من المبادرات لإفريقيا ولكن أيضا للمغرب العربي، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول: لنكن واضحين، العلاقات الثنائية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليها مع المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ولكن أيضا مع دول أخرى في الشرق الأدنى والأوسط. شن الممثل العالمي سعيد التغماوي هجوما شرسا ضد المنشط الإذاعي محمد بصفيحة الشهير بمومو، وذلك بسبب تجاهل هذا الأخير لمكالماته الهاتفية. وأحرج سعيد التغماوي المنشط مومو أمام أنظار نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام بعد نشره مقطعا له أثناء استضافته قبل سنوات ببرنامجه الصباحي مومو مورنينج شو. وتحدث التغماوي عن تفاصيل حضوره لبرنامج محمد بصفيحة الذي طلب منه تقديم هدية لها، الأمر الذي اضطره لإعطاء حزام سرواله قائلا: أظهرت أدما له وقمت بخلع حزامي وتقديمه له وأسعدته. وتبع سعيد التغماوي: حاولت أن أبقى هادئا ومهذبا قدر الإمكان، لكنه ظل يشير إلى ساعتي والمجوهرات التي كنت أرتديها. الرجل محترف في السحبة، كل ذلك بالطبع بروح الذعابة الغبية التي تقترب من درجة الصفر. وأشار الفنان العالمي سعيد التغماوي أنه اضطر للخروج بهذه التدوينات بعد تجاهل مومو لاتصالاته ورسائله المتكررة بشأن إمكانية ظهوره مجددا للحديث عن دار الأيتام والترويج لها. كشف المطرب هاني شاكر عن وجود مشروع جاد لعودته إلى التمثيل، لافتا إلى أنه لن يقدم شخصية المطرب كما اعتاد جمهوره في أعماله الدرامية، وإنما سيجسد شخصية رجل أعمال. وقال هاني شاكر: إن المشروع بانتظار منتج جاد حتى يخرج إلى النور بصورة تليق بتاريخه الفني. وأضاف هاني شاكر أنه قدم تجربة قديمة مع التمثيل وانقطع لفترة طويلة، ولكن هناك فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل، ولكنه ينتظر وجود إنتاج متحمس، وهو مسلسل يضم كل شيء وتفاصيل عن حياتنا سواء الحب والخداع والحياة اليومية. والدور الذي سيقدمه سيجسد خلاله شخصية رجل أعمال وليس شخصية مطرب. وتألق نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر في حفله الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، وقدم شاكر عددا من أغانيه المميزة التي حققت نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني. أثارت المغنية الشعبية إيمان تسونامي قلق متابعيها ومحبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر دخولها للإنعاش بسبب تدهور وضعها الصحي بشكل مفاجئ. وفي هذا الصدد تواصلت أحد المواقع الإلكترونية مع مدير أعمال الفنانة الشعبية إيمان تسونامي لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي وسبب دخولها للإنعاش خلال الساعات الماضية. وأوضح مدير أعمال إيمان تسونامي في تصريح لنفس المنبر أن هذه الأخيرة أصيبت بتسمم حاد اضطرت على إثره للدخول إلى المستشفى. وطمأن ذات المصدر محبي جمهور إيمان تسونامي على وضعها الصحي، مؤكدا أنها ستغادر المستشفى يوم الثلاثاء بعد تماثلها للشفاء. يبدو أن النظام الجزائري أصبح يتفكك، وذلك بسبب وجود تصدعات كبيرة خاصة بعد فضيحة البريكس حول تهديد عبد المجيد تبون بالتخلي عن السلطة أمام اندهاش رئيس الأركان السعيد شنقريحة. وأضاف السمار أن الجزائريين أصبحوا لا يخافون الحديث حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم 24 من غشت الجاري. وقال ذات المعرض أن الكل أصبح يعلم علم اليقين الضعف الذي صار عليه نظام الكبرانات، الشيء الذي قد يؤدي بالجزائر نحو الهاوية بسبب الهزائم الدبلوماسية المتتالية لهذا النظام الحاكم. أصدقاء دنيا بطنة يدخلون على خط شكايتها بالفنانة سعيدة شرف. لا حديث اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة سوى عن عودة قضية ما بات يعرف بحساب حمزة مومبيبي للواجهة،
بعد الشكاية التي تقدمت بها المغنية المثيرة للجدل دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ضد الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضا بوزيد الشهير بلقب ولد الشنوية. وفق المعطيات التي تتوفر عليها قناتنا، فإن مجموعة من معارف وأصدقاء دنيا بطمة دخلوا على خط خلافها مع سعيدة شرف من أجل مطالبتها بالتنازل على الشكاية التي تقدمت بها ضد هذه الأخيرة. وكشفت ذات المصادر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة رفضت التنازل على الشكاية التي تقدمت بها بالرغم من تدخلات العديد من الجهات للصلح بينها وبين سعيدة شرف، إلا أنها أصرت على متابعتها. ودعا نشطاء مغاربة كل من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام لتفادي الدخول في مشاكل من شأنها أن تسيء لصورتهما ولإسمهما كالسابق، وتجاهل كل ما يروج عنهما على مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على مسيرتهما عوض الدخول في خلافات مع المشاهير. ومن المقرر أن تتواجه دنيا بطمة والمتهمين في الجلسة الثالثة التي حددها القضاء يوم 11 من شهر شتنبر المقبل بعد تغيبهم عن الحضور خلال الجلسات الماضية. انتقدت الفنانة الجزائرية فلة الجزائرية موقف الفنانة المغربية أسماء المنور عن غنائها في الجزائر وعدم رغبتها في إحياء السهرات الفنية في الفترة الحالية نظرا للوضعية السياسية الراهنة التي يعيشها البلدين. وكشفت فلة بعد حلولها ضيفة على إحدى البرامج الجزائرية عن غضبها من التصريح الذي خرجت به أسماء المنور في وقت سابق، معتبرة أن الفنان لا يجب أن يدخل في مثل هذه المتاهات أو يخلط بين الفن والسياسة، مشددة بقولها الفنان يجب أن يكون سفيرا للسلام. وقالت الفنانة عن موقف أسماء المنور: وقعت في غلط كبير ولم يكن عليها قول ذلك الكلام، لأن ما بين السياسيين لا دخل لها فيها، وكان عليها أن تقول كلمة طيبة أو تصمت. يشار إلى أن الفنانة المغربية أسماء المنور سبق وتحدثت في إحدى خرجاتها الإعلامية عن قرارها بعدم إحياء أي سهرة فنية في بلد الجزائر خلال الفترة الحالية نظرا للأوضاع السياسية الراهنة، الشيء الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أسماء المنور عن رفضها القاطع الغناء بالجزائر، حيث قالت: العالم كله تابع التجاوزات الجزائرية عكس المغاربة الذين أبانوا عن سلمهم، لكن صراحة لن أغني فيها حاليا. كشف والد نجم برشلونة الصاعد لامين يامال معطيات جديدة بخصوص مستقبل نجله الدولي في ظل توارد الشكوك حيال قراره الحاسم بين تمثيل منتخب إسبانيا والدفاع عن ألوان منتخب بلاده الأصلي، مبرزا أنه سيفخر بابنه كيفما كان اختياره. وحسب ما أفاد به محمد الحاجي الصحفي الرياضي المغربي المقيم بإسبانيا، فإنه تواصل مع منير نصراوي والد اللاعب يامال من أجل الوقوف على صحة ما تروجه الصحافة الإسبانية من أن لامين قد اختار فعلا اللاعب بقميص لاروخا أو أي إشارة قد تنهي هذا الغموض الذي يتكتم حول رغبة ابنه في اللعب للمنتخب المغربي أم الإسباني. وأضاف الحاجي في تدوينة على موقع الفيسبوك أنه لم يتوضح من إجابة والد يامال شيئا، حيث قال إنه لا يستطيع التأكيد على أن ابني سيلعب للمغرب أو لإسبانيا، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفق تعبيره. وأضاف قائلا: الولد اجتهد كثيرا في تدريبه لسنوات عديدة ليصل إلى ما وصل إليه الآن، فإن اختار المغرب سأكون فخورا به، وإن اختار إسبانيا سأكون كذلك لأنه ابني، المهم هو احترام اختياره. وفي خضم الصراع المحتدم بين الاتحاد الإسباني والجامعة الملكية لكرة القدم بشأن اللاعب الواعد المغربي الأصل لامين يامال، أجمع الإعلام الإسباني على أن جوهرة برشلونة وافق على دعوة مدرب إسبانيا دي لافوينتي من أجل الدفاع عن ألوان لاروخا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، على الرغم من الاهتمام البالغ الذي يحظى به من قبل منتخب بلده الأصلي. وأكدت التقارير أن ملف المهاجم البالغ من العمر 16 عاما حسم بالفعل لصالح إسبانيا، وأنه أعطى موافقته لمشروع الاتحاد الإسباني، ولا يوجد أدنى شك حيال حضوره في قائمة المدرب الإسباني الذي سيعلن عنها يوم الجمعة القادم.
وعلى الرغم من كل ذلك لم ينكشف بعد قرار اللاعب الذي بات محط نقاش واسع والاسم الأكثر ترددا لدى الإعلام الإسباني، وما تزال الجماهير المغربية التي أعجبت بسحر يامال تأمل بعودته لأحضان بلده الأم للاستفادة من موهبته الكروية رفقة أسود الأطلس. لامين يامال الذي انفجرت موهبته رفقة نادي برشلونة وانهال عليه الثناء من أسماء محنكة في عالم كرة القدم متنبئين له بمستقبل واعد، يعد من أبرز العناصر الصاعدة في عالم الساحرة المستديرة، وينحدر من أب مغربية وأم من غينيا الاستوائية ومزداد في إسبانيا. الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي أصبح عامل جذب لعدد من النجوم مزدوجي الجنسية كعبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس وبنيامين بوشواري وإبراهيم صلاح ومودي بوكاميرا، خصوصا بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، حيث يسعى لاستقطاب أسماء جديدة أبرزهم الموهوب ابن لاماسيا لامين يامال ونجم ريال مدريد إبراهيم دياز. يغيب الدولي المغربي حكيم زياش عن فريقه الجديد غلطة سراي التركي في المباراة التي سيخوضها اليوم الثلاثاء أمام نادي مولد النرويجي برسم إياب الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا، حيث كشف النادي التركي عن قائمته الأوروبية تخلو من اسم حكيم زياش الوافد الجديد على القلعة التركية قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، مفضلا منحه مزيدا من الوقت للتحضير بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة. وأعلن أوغان بوروك مدرب فريق غلطة سراي التركي عن غياب النجم المغربي حكيم زياش في مباراة اليوم ضد فريق مولدا النرويجية، وذلك ضمن مباراة الإياب في الملحقة المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. وأشار بوروك إلى أن فريقه يمتلك لاعبين مهمين مثل ويلفريد زاها وحكيم زياش، ولكنه أكد على أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على هؤلاء اللاعبين في هذه المباراة. وفضل الطاقم التقني التركي للمرة الثانية عدم المجازفة بالدولي زياش ومنحه وقتا إضافيا مع إخضاعه لبرنامج تأهيلي مكثف حتى يستعيد كامل جاهزيته ويقدم الإضافة إلى النادي التركي الذي يلعب على أكثر من واجهة. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، ودائما جديد الأخبار فقط بدعمكم المتواصل لنا سنقدم لكم العديد والعديد من الأخبار والمفاجآت الرائعة، وأنتم من تستطيعون بتشجيعاتكم لنا أن نغير من هذا الأستوديو حتى نقدم لكم طبقا احترافيا رائعا. شكرا لكم وأشكركم على الدعم الكبير الذي تقدمه للقناة عبر تعليقاتكم الرائعة. إلى اللقاء.